داير عندي هنا 5 ديال البيض البيض مع مهدرش هاد الملح. عندي 50 مليلتر ديال الحليب او 4 كاس ديال العنبه، نفس قياس الزيت هو 50 مليلتر ديال الزيت. عندي 100 غرام ديال الطحين الابيض، 8 غرام ديال البيكنج باودر والفاني، 50 غرام ديال اللوز غبره، وعندي 80 غرام ديال السكر سنيده. دابا غادي نطلع هاد لو بلون مع قرصه الملحه، وانا كنزيد السكر حتى يطلع لي مورانو. بسم الله. غادي نخلط دابا الخمارة والطحين وبولة اللوز. وغادي نزيدهم على هاد الخليط وانا كنخلط بشويه بشويه. باش ما يطيحش ليا الخليط ديالي. على هاد الشكل. حتى نحصلوا على هاد الخليط ها هو شفتو. نخليه جانبا. بالنسبة لأصفر البيض عندنا 5 ديال أصفر البيض مع مرشد الملح شوية. عندي 80 غرام ديال السكر سنيدة، 130 غرام ديال الفورس، خمارة 8 غرام، 50 مليلتر ديال حليب أولا 4 كاس ديال العنبة، نفس قياس زيت 50 مليلتر ولا 4 كاس ديال العنبة. ندوزو دابا الطريقة. غادي نطلع عاد أصفر مع السكر. الخمارة مع الطحين وغادي نضيفها على هاد الخليط. دابا عندنا الخليط ديال البيض الأصفر وعندنا الخليط ديال ابيض البيض. ناخذ المول ديالي ها هو دهنته وفرشت له بابي سيرفيغيزي، وغنبدا ندير طبقه ديال الخليط اصفر البيض الاسفل. وغناخذ الكاكاو ديالي وغندير واحد الطبقه ديال رشوب الكاكاو، نغطي الوجه بحال هكا.
ونخوي دابا طبقة ديال خليط ديال ابيض البيض. وندير واحد الطبقة ديال الكاكاو، نبقى على الطريقة حتى نسالي الخليط اللي عندي، ندير طبقة صفراء طبقة بيضاء بيناتهم بودرة كاكاو حتى النهاية. دابا كملت غندخل الفران اللي مسخنا ديجا على 180 درجة حتى طيب لينا، نديرو ان كيغ دون ولا خرج الكيك ديالي. هو ملي طاب خرجتو من الفران، خليتو حتى برد وديموليتو. هذا كيجيك ساهل في ديمولاج مع الكاريط هذا مع البابي سيرفيغيزي. شو كيفاش خدا ليا 45 دقيقة في الفران، درجة الحرارة 180. الكيكة ديالي هاني شفتو كيفاش جات ملي خرجات، غنقطع ليكم واحد الطريف منها باش تشوفو كيفاش جات من داخل. بسم الله، شفتو تجي رائعة خفيفة. نتمنى تجربوها، نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى، والسلام.